اريد اقسم كلمه الى سلمه. الخطوه تتعلم الاولى من centers اكو شغله قبل السنترز. transcription. Yes, the first step is to transcribe the word. كتابة الكلمة بالتمثيل الصوتي. Because if you transcribe the word correctly, you can't go on answering or dividing the word into syllables. But if your transcription is not correct, your answer will be exactly not correct. يعني قسمت الكلمة إلى قصدي سويت التمثيل الصوتي للكلمة بشكل صحيح، تقدر تروح براحتك تكمل و تجاوب الكلمة. بس إذا ما عرفت تسوي التمثيل الصوتي بعد ما تقدر تحل، لأن كل الحل يعتمد على التمثيل الصوتي وعلى دقة التمثيل الصوتي. هسه جزء واحد من عندكم يقول هاي شلون مشكلة، ولازم اكو عندنا امتحان شهري فصلي، ولازم اكو عندنا يعني اكو سؤال بالامتحان الفصلي، ولازم اكو سؤال بالامتحان النهائي. شلون نسوي احنا بهاي الحاله؟ اقول لك ماكو امامك غير عمليه التمرين، تتمرن. العفو دكتور، ماكو فد قاعدة يعني نعتمد عليها على مود نستخرج الرسم الصوتي لو نحفظ الكلمات حفظ؟ لا لا، الرسم الصوتي هو انك بس تعرف شلون تلفظ الكلمة وتمثل الاصوات بالرموز مالتها. لكن هذا مو سهل، هذا مهارة، وهاي المهارة تتطلب من عندك كثرة التمرين. شقد ما تتمرن زيادة، شقد ما تصير عندك قدرة على تمثيل صوتي للكلمات. انا راح يعني قلت لكم هذا المشكلة اللي راح تواجهكم. راح تجيكم أسئلة بالامتحان الفصلي وبها تحتاجون ترانسكريبشن، وراح تجيكم أسئلة بالامتحان النهائي وبها سؤال هم لازم بيه ترانسكريبشن. فايش راح أسوي؟ بس بالنسبة للامتحان الفصلي أنتوا عندكم قواميس، وراح تقعدون بالبيت وكل واحد بالقاموس مالته يقدر يطلع الترانسكريبشن مال الكلمة ويكمل إياها. هذا الامتحان الفصلي. بالنسبة للامتحان النهائي احتمال كبير أن يكون الامتحان النهائي حضوري. وإذا كان الامتحان حضوري هنا شلون المشكلة؟ فحتى هم أساعدكم في هاي العملية، راح أعطيكم قبل الامتحان النهائي مجموعة كلمات بين 40 و45 كلمة. هاي الكلمات تقدرون تسوي لها ترانسكريبشن كذا البيت، تعرفونها. من تعرف الترانسكريبشن مالتها يعني عرفت اللفظ، اذا اجيت للامتحان بعد خلص الكلمه تعرف تلفظها، معناها تقدر تسوي ترانسكريبشن. فراح تجيكم الاسئله من هاي ال 40 كلمه. اوكي، بس بالامتحان الفصلي لا، ما اعطيكم الكلمات، اعطيكم الكلمات بالامتحان النهائي. صار واضح؟ واضح دكتور، ممنون. شكرا لكم. Now let us start with the first word, which is the word English. In order to answer the or to divide the word English into syllables, we need first to transcribe the word, writing the word English in its phonemic transcription. In fact, this is the phonemic transcription of the word English. هذا هو الفونيميك ترانسكريبشن مال كلمة English. Okay. If you look at this phonemic transcription, you will find that we have a number of vowels in this word. How many vowels do we have in the word? Two vowels. There are two vowels in the word English. The first vowel is this one, E. Sorry. And this is the second vowel. There are two vowels. So, the first vowel
first vowel represents the center of the first syllable. The first vowel represents the center of the first syllable. And the second vowel, this one, represents the center of the second syllable. So we have two centers, okay? Between center one and center number two, we have three consonants. U, G, O. What is the position of these three consonants? هذن ال consonants المني تبعت. هسا اريد يعني اللي عنده اجابه بس زهراء شنو مكانهن؟ زهراء قاسم. زهراء. Consonant to the second syllable. Consonant to the second. يعني قصد زهراء تقول according to the onset maximum onset principle هذن الثلاثة الأصوات كلهن خليهن بالonset مال السينابل اللي على اليمين. هذه هي قاعدة الماكسيمم onset principle. هذا أول شيء نطبقه بعد ما نسوي الترانسكريبشن ونطلع الفاولز. نجي بين كل سنتر والسنتر الثاني، يعني هذن تو سنترز. Between these two centers I have a number of consonants. Whether the consonant is one consonant, two consonants, three consonants, 10 consonants, whatever we have, whatever consonants we have, according to the maximal onset principle, all these consonants must be regarded as the onset of the right syllable. يعني syllable اللي على اليمين هن كلهم يصيرن بالonset mark. Then the second step is to try to find is this correct or not. هسا إذا خلينا هذن الثلاث consonants الثلاثة onset لهذا السيلابل، هل هذا صحيح لو لا؟ أولا السؤال الأول. No. Do we have three consonants in the onset? Can we have three consonants in the onset? No. Is it yes. possible? Yes, is we it can. Possible? Yes. Well, fine. Yes, we can. Yes, three consonants is possible. But if there are three consonants in the onset, according to the rule, they must be pre-initial, initial, post-initial. Okay? Now, can the N sound be pre-initial? No. No. So the rule cannot be applied for this reason, because the N cannot be initial and it cannot be pre-initial, neither initial, not post-initial, not pre-initial. هذا الN لا يصير لا initial ولا pre-initial ولا post-initial. For this reason, we return it back to the first syllable. نرجع للسيلابل الأول ونقول هذا يصير final. We say that the N sound is the final consonant of the first syllable. Our final. N صار final. What about the G and هسه صاروا الجاء بقوا الجاء والال بالانست مال سكند سيلابل. الجماعه اللي ما حضروا المحاضره السابقه، هذا المفهوم مال الحل. مفهوم مال الحل انه لما يكون عندي اثنين سنتر، this is center number one and this is center number two and I have a number of consonants between them. We have a rule which is called the maximal onset principle.
The maximal onset principle says that if we have a number of consonants between two centers, we try to put all of them on the onset in the onset of the second center. يعني مهما كان عندي عدد من الكونسوننتس اخليها بالاونست مال السنتر اللي على اليمين. واجي اطبق القاعده، رهمت تمشي، ما رهمت ارجع واحد من عندهم مثل ما سوينا احنا هسه، حاولنا نخليهم ثلاثه تنسويه بالاونست ما رهمت. ليش؟ لان لا الان ما يصير بالاونست. فشو اسوي؟ رجعت الان للسلبل الاول. اخوان ما يصير التأخر، يعني هسه أنا كل ساعة راح أقطع الشرح حتى أسمح الواحد يرجع، وهذا آخر شخص أسمح له الدخول الصف. نعم، رجعنا الإن بالفاينل بوزيشن بالسيلابل الأول، بقت عندنا تو كونسوننتس، هسه نحاول نطبقهن. If we have two consonants in the onset, what are they? They are either pre-initial plus initial or initial plus post initial، مو صح؟ initial post initial. هسه نقول يصير الجاء تصير pre initial؟ no. الجاء ما تصير pre initial، إذا نسويها initial. إذا صارت الجاء initial، ال شنو لازم يصير؟ post initial. يجي ورا ال initial هو post initial. فال ال تصير post initial. لاحظوا هاي البوست انيشال كونسونانت ده تصير اذا اول واحد بيهم ال يصير so the l can be post initial so the g and l are initial and post they are initial plus post initial. الجا هي initial واللا هي post initial. يا سنتر هذا السنتر ماله سنتر نمبر 2. بقى عندنا الش، هذا الش شنو الموقع ماله؟ الش it is أساوي after the center. It is the final consonant of the second syllable. So this is final. واضح شلون قسمنا الكلمة؟ معنى هذا أنها التقسيم مال الكلمة ايش راح يصير؟ راح يصير بهذا الشكل. This is syllable number one, and this is syllable number two. Number two. دكتور بدل ما كتبنا الفاينل ليش ما قلنا كودا؟ هو كودا، بس احنا الصوت كل مجموعة الأصوات هي الكودا. بس هو الصوت الواحد شيء مثل هو جزء من الكودة. شو هسه هذني initial و post initial، ان اثنين هن ضمن الانست، هذن اثنين قلنا initial و post initial هن اثنين هن انست، هو ما نقول عليه اثنين هن انست، نقول initial و post initial. هذا صوت الشيء صاير بالكودة، اذا صوت واحد بالكودة شو نسميه؟ final. هذا القصد. انا اريد الصوت شنو موقع داخل السلمون، موقع فاينل. هو صح كودا، والكودا اما الصوت اللي بها اما يكون بري فاينل او فاينل او بوست فاينل. هذا شنو نوعه؟ هذا فاينل. ليش؟ لان صوت واحد، ما دام صوت واحد يعتبر فاينل. ها از دكتور دامي يجي وراها بوست انيشال، الانيشال اذا اجى وراها صوت ثاني يكون بوست انيشال، ورا الانيشال يجي بوست انيشال. وبوست انيشال ما يصير يجي بوحده، يعني لازم اكو قبل انيشال.
شوف اوكي شكرا دكتور. العفو. عفوا دكتور، ممكن سؤال؟ العفو تفضلي زينب. تفضلي، منو إرادة تسأل؟ أنا دكتور. إذا إجت إنيشيال وبوست إنيشيال ممكن إنه يجي بعدها حرف ساكن همينة؟ يعني حرف صحيح لا. ماشي شكرا دكتور. هن إذا صوتين اثنين فممكن يكون بري إنيشيال وإنيشيال أو إنيشيال وبوست إنيشيال. إذا ثلاث أصوات فحكم لازم يصير عن بري إنيشيال إنيشيال بوست إنيشيال. ولهذا السبب، لهذا السبب these are three consonants، هذا ثلاثة consonants. ما قلت initial post initial post initial، لا ما يتكرر، لا الانيشال يتكرر ولا البوست انيشال ولا البري انيشال. فلما ما رهمت عليها القاعدة ارجع واحد من عندهم، بعد حكم ارجع واحد من عندهم للسلب اللي قبله، فيصير final للسلب الاول. وهذا الاثنين يبقان اشوفني رهمان رهمان، صار انيشال زائد بوست انيشال، اوكي مش ان شاء الله. اوكي العفو دكتور، اذا اجى احد حروف البوس انشل اي اعتبره انشل لو بوس انشل، اذا اجى بس واحد، اذا بس واحد انشل. مو هي شرطه بوست انشل، كلمه بوست انشل تعني ما بعد الانشل، يعني اكو قبله انشل. اذا ماكو قبله انشل ليش اسميه بوست انشل؟ اذا اي صوت من الاصوات ممكن يصير انشل، فاذا اجى بوحده يكون انشل، إذا إجا قبل صوت ثاني فأقول عليه بوست إنيشال، ممكن يصير بوست إنيشال، لكن إذا بحده فهو إنيشال. وإذا صوت واحد بحده بالكودة يكون فاينل. ليش هذا سميناه فاينل؟ بعد ما قلنا هل هو بري فاينل لو بوست فاينل، ما أقول، ما دام صوت واحد هو فاينل. هذا ليش ما هل هو بري فاينل لو فاينل لو بوست فاينل، هم ما أسأل ليش، لأن صوت واحد فهو فاينل، لأن كل الأصوات ممكن تكون فاينل وكل الأصوات ممكن تكون انيشال. واضح؟ واضح دكتور. جيد، ننتقل للكلمة الثانية. كلمة ثانية اللي هي internal. internal هذه الكلمة شلون الترانسكريبشن مالتها؟ ترانسكريبشن مال كلمة internal هو هذا، طلعتوا انتم بالقاموس لو لا؟ يس دكتور. شوفوا اكو بعض القواميس تعطينا هذا الترانسكريبشن مال كلمه انترنال، وقواميس اخرى تعطي هذا الترانسكريبشن بدون شوا. احنا راح ناخذ هذا لان اكثر القواميس تعطي هذا الترانسكريبشن اولا، وثانيا ممكن نناقش الحالة الثانية فيما بعد، لأن هذا موضوع ما وصل إليه. فهذا هو الترانسكريبشن مع كلمة internal. This is the transcription of the word internal. According to this transcription, how many vowels do we have? Three. This is one vowel. This is the second vowel. And this is the third vowel. Which means we have three vowels in the word internal. If there are three vowels, this means that the number of syllables in the word is three. Okay? Center. One. This is center number one. This is center number two. And this one is center number three. أنا طبعاً جاي أعدل بيها وأكتبها لكم، لأن راح أسويها
PDF وارجعها لكم حتى تراجعونها، يعني تصير عندكم موجوده الحلول مال الهوم ورك. Now we have three centers in this web. Center number one, center number two, center number three. The first syllable has no onset. There is no onset in the first syllable. This is normal. يعني احنا قلنا ممكن يكون عندنا syllable ما بي onset. Between center number one and center number two, I have two consonants. If I have two, these two consonants between center number one and center number two, what are they? To which syllable do they belong? المنحدرين بيا syllable الأول. لا. syllable. الإجابة تكون كالآتي: نطبق الماكسيمال أونست برينسيبل. الاثنين يصيرن بالأونست مال هذا السيلبل اللي علمنا. يعني الاثنين هن يصيرن بالأونست مال هذا السيلبل. أوكي؟ الان والت. So I have two consonants in the onset. These consonants, if we have two consonants in the onset, what are they? They are either pre-initial plus initial or initial plus post-initial. يصير pre-initial instead initial؟ لا. Why؟ الان ما يصير pre-initial لان لازم بس الاس pre-initial. Only the S can be pre-initial. Good thing. So this cannot be pre-initial, but can the N be initial? Sir, initial? Yes, can. Yes. So, if we regard this consonant as initial, what about T? We can't post-initial. Post-initial. It must be post-initial. Can the T be post-initial? لا أربعة هنا البوست إنشال لا ر و ي اللي قال يصير خلط بين البوست فاينل والبوست إنشال التصير بوست فاينل بس ما تصير بوست إنشال. أوكي لذلك الأن والت ما يرهم نسويه لأن هذا ما يصير بوست بري إنشال بس إنشال يصير وهذا ما يصير post initial بس initial ما يصير عندنا اثنين initial اثنين initial ما يصير سوية أما pre initial زاد initial أو initial زاد post initial وصح فإذا اثنين هن هذني ما يرهم أسوية إيش لازم أسوي أرجع الان عفو دكتور زين الآن ليش ما قلنا pre initial الآن ما تصير لأن pre initial only set بس الس يصير pre initial بس اوكي زين اعتبرناها انيشال اذا هي انيشال اللي وراها لازم بوست انيشال التاء ما تصير بوست انيشال فاذا ما يرهمن اثنين نسويها ما يرهمن شو اسوي؟ ارجع الان للسيلبل الاول واعتبرها شنو؟ فاينل ما دام صوت واحد فهي فاينل أرجع الفاينل الأول فتصير فاينل إذن هذا فاينل مال السلب الأول التاء شنو تصير؟ أنا أعتبرها إنيشال للسلب الثاني كانت بي كنت بي إنيشال التاء تصير إنيشال؟ يس يس so it is the initial تصير consonant of the second syllable. صارت هاي initial. مال يا syllable؟ مال syllable الثاني. عفو دكتور. نعم. الان تصير pre-final. ليش خليناها final؟ شلون؟ الان تصير final. ليش خليناها تصير pre-final. ليش خليناها final؟ اذا pre-final لازم وراها final. ما عندي final. انا عندي بس صوت واحد. ليش اخلي pre-final؟ إذا صوت واحد بالكودة فهو فاينل بس هو حتى الان تصير بري فاينل وتصير فاينل إذا فاينل أوكي إذا بري فاينل فلازم أكو وراها فاينل
انا ما عندي صوت ثاني، صوت واحد بالكودة يصير فاينل. زين دكتور يعني عادي ماكو اشكال اذا خليناها فاينل او بري فاينل؟ لا لا لازم فاينل، ما تصير بري فاينل. هذا السيلبل خلص يعني، هذا اخر صوت بالسيلبل بالكودة عند كونسوننت واحد، هذا الكونسوننت يصلح يكون فاينل ويصلح يكون بري فاينل. اذا كان بري فاينل اعتبرته بري فاينل لازم اكون وراه فاينل، ليش اعتبرته ما قبل النهائي؟ معناه لازم اكون وراه نهائي، فهو هذا ما وراه نهائي، اعتبره هو النهائي. اذا صوت واحد فيكون فاينل، اذا صوت واحد بالاونسيت يكون انيشال. شوف هالسته صوت واحد فيكون انيشال، بعد ما اسال هو بري انيشال او بوست انيشال، لا انيشال. اذا صوت واحد بالكودة فهو فاينل، لا يصير بري فاينل ولا يصير بوست فاينل. ليش؟ لان اذا بري فاينل لازم اكون وراء صوت ثاني هو الفاينل. واحنا نقول بري فاينل يعني قبل النهائي، زين هذا قبل النهائي، وين النهائي؟ ماكو نهائي، فليش سميته قبل النهائي؟ ما اسمي نهائي. ايه دكتور الان هنا نطبق اول قاعده، الانيش initial لو post initial لو pre initial. أول ما نريد نطبق، أول ما نبدي، أول ما جينا ردنا نطبق القاعدة قلنا هالشكل، نخلي ال N وال T بال onset. صحيح. إذا كان ال N وال T اثنين بال onset فعندنا احتمالين، أما أن يكون إذا صوتين بال onset فهنا احتمالين عندي، أما يكون pre initial زائد initial او يكون انيشال زائد بوست انيشال، هاي الاحتمالات موجوده عندي مو صح؟ تمام. ناخذ الاحتمال الاول بري انيشال زائد انيشال، ترهم الان بري انيشال؟ الان تصير بري انيشال؟ الجواب لا. لا بس الاس. بس الاس. اذا الان ما ترهم بري انيشال. شنو تصير؟ تصير انيشال. إذا صارت الـ N initial لازم اللي يجي وراء شنو هو؟ post initial. الـ T تصير post initial؟ الإجابة لا. لا. يعني الـ post initial هن أربعة، T، R، و، Y. إذن بالحالتين ما رهمت. إذا كانت هاي initial هاي ما تصير post initial، وإذا كانت الـ T initial الـ N ما تصير pre initial. فإذا الاثنين ما يرهم نسويه بالأونسيت نرجعها للسيلبل الأول تصير فاينل. تمام دكتور. تمام دكتور، يعني البري فاينل والبري انيشال إذا ما إجا وراهن حرف ثاني ما نقدر نستخدمه حتى لو كان بالبري انيشال. أحسنت زهراء، ما يصير أقول هذا لأن هو هذا لأن يصير بري فاينل، بس لأن ماكو ورا فاينل شلون نسميه بري فاينل؟ اوكي دكتور، يعني حتى البري انشال اذا كان اسمكو بعد حرف ما نقول احنا قلنا اذا ترجعين للقاعده زهراء، اذا ترجعين للقاعده اللي حكيناها بالمحاضره قلنا اذا صوت واحد فهو انشال. تمام. اذا صوت واحد بالاونست فهو انشال، اذا صوت واحد بالكوده فهو فاينل. اذا صار صوتين هنا راح يصير انشال بري انشال لو انشال وبوست انشال. واضح؟ هسه احنا عفوا دكتور. نعم دكتور، احنا الان ليش ما يعني استخدمناها يعني سويناها بري فاينل والتي فاينل؟ يعني ما يصير؟ لا، حسب قاعده الماكسيمال اونست برنسبل انا لازم اخلي اكبر عدد من الكونسوننتس على الـ هنا بالاونست، فهي اذا تصلح بالاونست ليش اوديها للكوده؟ هي تصلح للأوسيت مال هذا السلبل الثاني، بعديش ارجع للكود هنا. انا احاول اخلي اكبر عدد من الاصوات بالأوسيت وليس الكود. اوكي شكرا دكتور. واضح الاجابة؟ اي نعم دكتور. نعم دكتور. طيب دكتور، واذا صادفنا يعني بنفس الكلمة اكثر من مقطع شو نتعامل وياها؟ كل مقطع نعامله بنفس الطريقة، كل مقطع. ماشي دكتور. يعني أوكي. شنو هسه راح تجينا بعد كلمات أخرى وشوفوا.
هسه قسمنا السيلبل الاول هذا صار سيلبل نمبر 1، سيلبل نمبر 1 اوكي. سيلبل نمبر 2 الاونست مالته هو ت اللي هي انيشال، وهاي السنتر مالته. بقت عندنا صوت الان موجود ما بين هذا السنتر وهذا السنتر، ما نخليه حسب قاعدة ماكسيمال اونست. حسب قاعدة الماكسيمال اونست برنسبل هذا الصوت يصير على اليمنى، يكون اونست للسنتر الثالث، يصير اونست للسنتر الثالث. يرهم اذا صوت واحد من اونست فهو شنو؟ انيشال. ان يصير انيشال يصير يصير جيد. ما دام الان يصير انيشال نعتبره انيشال، اذا فهو انيشال مال السنتر الثالث وهذا السنتر. عفوا دكتور، ليش ما صار فاينال؟ حسب القاعده، قاعده ماكسيمال اونست برنسبل، القاعده شو تقول؟ هاي اول شيء اطبقه بعد ما اسوي الترانسكريبشن واحدد وين السنترز. اول قاعده اطبقها شنو؟ بين سنتر وسنتر شكو عندي اصوات اخليهن بالاونست. هاي القاعده تقول هالشكل، خليهن كلهن بالاونست وشوفهن تنطبق عليهن القاعده. اذا انطبقت عليهن القاعده بقيهن، هو هذا الحل الصح. اذا ما انطبقت عليهن القاعده، اذا كانت ما تنطبق القاعده ما يرهمن، فارجع واحد واحد واشيك. فاذا انا الخيار الاول عندي الان هذا اول خيار ان اخليه بالاونست، اذا رهم خلاص فهو بالاونست، اذا ما رهم بالاونست فش اسوي؟ ارجع للكود هاي حتى لا اظل محتار هل هذا الصوت تابع للاونست او تابع للكود. عندنا هسه راح تشوفون بعد ما يصير عندنا حيره، ما يصير عندنا التباس. اول شيء احاول اسويه هو ان اخلي كل الاصوات بالاونست، رهمن مشت بعد ما اخذ غير احتمال، اذا ما رهمن ارجع واحد واحد واشوف. طبعا كالعاده بعدكم لازم تطلعون من المحاضره وترجعون، بس راح اعتبر انه خروجكم من المحاضره بسبب الكهرباء، بسبب النت، ولذلك اسمع لكم بالاوديو. Now what about، يعني معناها اذا هذا صار initial وهذا center، معناها هذا تابع للسيلبل الثالث. This means that this is the boundary between syllable number 2 and syllable number 3. صح؟ اذا هذا صار syllable. صحيح؟ هذا شو يصير؟ سيلبل 3. هسه السؤال، بسيلبل 3 عندي اونست اللي هو الانيشال الان والسنتر، وعندي ال شنو هي هنا؟ فاينال. ليش مو بري فاينال؟ بري فاينال. إذا صوت واحد بعد ذاك فاينل ولا بوست فاينل؟ صوت واحد فاينل، ما دام صوت واحد ماكو وراه فاينل فهو فاينل. نعم دكتور، جدا صار واضح هسه. إذا صوت واحد فهو فاينل، صح. هو يرهم بري فاينل، بس ليش أخلي بري فاينل؟ ماكو وراه صوت ثاني حتى يصير فاينل. مو دائما البري فاينل يصير ورا فاينل، والبوست فاينل يصير قبله فاينل. فانا اذا ما عندي صوت ثاني فهو فاينل بعد، لا يصير بري فاينل ولا بوست فاينل. واضح؟ وهي القاعده انا اعطيتكم اياها كالاتي، القاعده اعطيتكم اياها انه اذا صوت واحد بالكوده فهو فاينل بدون نقاش، اذا صوت واحد بالاونست فهو انيشال بدون نقاش. اوكي؟ اوكي. جود. اف ات از كلير. هسه الشباب، حتى الشباب اللي ما كانوا حاضرين المحاضره السابقه،
بدأت تتوضح عندهم الأمور؟ أكيد يعني هسه شافوا إحنا شلون جايين حل. هسه نروح لكلمة رقم 3 اللي هي كلمة فوتوغراف. فوتوغراف أول خطوة حتى نحولها إلى syllables نسوي لها transcription. And this is the transcription of the word photograph. Okay. صارت عندنا هذا transcription صحيح لو لا أكو واحد عنده اقتراح آخر للtranscription مالته. Photograph. Photograph. How many vowels are there in this word? كم vowel أكو؟ Three vowels. هذا vowel. Vowel number one. هذا vowel number two. وهذا هذا اللي vowel واحد لو اثنين. هذا واحد. It is a diphthong, single vowel. من طلع transcription آخر؟ أنا دكتور. أنا طلعت شيء. شلون طلع ال؟ أو. أنا طلع أو. أو ونفس هذا الحرف الثاني. أو بدال هذا. نعم دكتور. يعني الصوت اللي موجود هنا الباول اللي موجود هو هذا دكتور بدل الاي او وين دكتور بدل الاي المقلوبه او ها بدل هذا لا اليمها ذيك وين دكتور استنت اي او دكتور هذا اعتقد يعني رمز صوتي الامريكي مو هذا بيا قاموس انا طلعت امريكي مكتوب لا شوف هذا اكو عندنا ديفثونج بهذا الشكل بس ماكو عندنا ديفثونج بهذا الشكل يعني المقترح اللي انت قاعد تقول عليه ماكو عندي ديفثونج بهذا الشكل دقيقه بس بعد ما اعرف دكتور بس انا اللي طلعت يعني موج ماكو ديفثونج بهذا الصيغه شباب مو هو انا سبق وان قلت لكم الترانسكريبشن يا شباب اكو عده طرق للترانسكريبشن ولذلك نصحتكم بقاموسين اثنين قاموس الأكسفورد وقاموس اللونجمان القواميس الأخرى تستخدم طرق أو شو نسميه يعني نماذج مال ترانسكريبشن مو ستاندرد ولذلك تدوخ يعني هو نفس اللفظ بس يكتبونه بصيغة ثانية حسب نظام ترميز آخر احنا ننتبع نظام الترميز الستاندرد مال الانترناشنال فونيتيك Association. According to the International Phonetic Association, this is the transcription of the word photograph. بس إذا تقولوا لي الكلمة يعني الفاول بهذا الشكل؟ لا دكتور. أو. العادية. الأو العادية؟ بدل بس أو. هيج نعم هيج دكتور ما عندنا رمز بالرموز الصوتيه بهالشكل هذا النظام ترانسكريبشن مختلف النظام مختلف هذا القاموس مؤكد لا هو اكسفورد ولا هو انا اخذته من قاموس امريكي اي هذا صح يجوز تلقاه بالمورد هيج حتى بالمورد احتمال تلقاه اكو هيج رموز لكن هذا مو الستاندرد هذا انظمه اكو اكثر من 14 نظام
ترانسكريبشن، يعني رموز مختلفة. لكن احنا اللي اخذناهن، يعني الرموز اللي انا اعطيتكم اياها مش شرحت لكم الاصوات، هي الرموز اللي موجوده بالستاندرد، يعني بالنظام الاساسي بالانترناشنال فونيتك اسوسيشن، واللي هو موجود تستخدمونه قواميس اكسفورد ولونغران. فالترانسكريبشن مع كلمه فوتوغراف هي هاي. قلنا كم عفوا دكتور. نعم دكتور قصد بدل الأول حرف ألف أي سمول أي يعني بالمكتوب أي سمول يعني مثل هاي. أي نعم دكتور. لا صح. عفوا دكتور أنا عندي بس سؤال. هذا اللي اقترحتيه هو موجود بها قاموس؟ نعم دكتور موجود. وأيضا عندنا بالمرحلة الأصوات المركبة. اي لا هو اكو هش دفثونج، هو اكو هش دفثونج رابحة، يعني اكو عندي دفثونج بهذا الشكل، اكو عندي دفثونج بهذا الشكل. أكو عندي دفتونج بهذا الشكل، لكن في كلمة فوتوغراف صير فوتوغراف. ما أعتقد هو هذا التلفظ صحيح، ما أعتقد. عفوا دكتور. يا قاموس هو. تفضلي. دكتور أنا بس أنتر أو يعني نفس الرمز طالع لي بس بناتي عن مسافة منفصلات يعني مو متصلات. يعني هذا؟ اي نعم دكتور بس بنات المسافة يعني. بنات المسافة يعني معاملهن كتو كباولز؟ اي. لا هو مو تو باولز، هو باول واحد اللي هو الدفتونج. او باول واحد اللي هو الدفتونج. يعني دكتور غلط. يا قاموس اللي استخدمته. زين عفوا دكتور شلون عرفت هذا باول واحد؟ انه غير باول تو اثنين؟ لا لا هذا انا هم اعتبرت اثنين. لا لا شلون تعتبر اثنين؟ مو انت تتذكر ازهر احنا من اخذنا شيء اسمه دفثونج الفاولز، قلنا اكو عندنا دفثونج. الدفثونج هو صوت واحد، هو فاول واحد لكن بدايته شكل ونهايته شكل، صوت واحد بدايته تختلف عن نهايته، ولذلك نخلي له رمزين، رمز يمثل بدايته ورمز يمثل نهايته، لكن هو بالنهاية نحس به صوت واحد. It is only one phoneme. It is only one phoneme. It is the diphthong. دكتور العفو. نعم. احنا من اخذنا كلمة فوتو. ايه. هم نفس الديفثونج هذا الاول قبل التي يصير نفسه بعد التي. احسنت. هذا في كلمة فوتو هنا هذا الدفتونج هم يصير هنا، لكن إضافة هذا المقطع جراف غير لي بالصوت. هذا راح ناخذه فيما بعد. إضافة هذا الجراف لو باقي بس فوتو كان صارت هالشكل، يعني الصوتين هذا هنا وهذا هنا نفس الشيء، يعني صار هنا هيك وصارت هاي كلمة فوتو وهاي جرافها موجودة. إذا ماكو جراف هي فوتو، لكن من نضيف الجراف يتغير الصوت، هذا يتحول إلى شوا. أنا أقول فوتو بس أقول فوتوغراف، ما أقول فوتوغراف، أنا أقول فوتوغراف فوتو بس فوتوغراف. اوكي عفوا دكتور يجي حر صوت الا واحد بصف الثاني يعني اثنين سوي ما يجي ايش يجي وراح نشوف هسه عندنا واحد من الامثله بي. نعم دكتور. اوكي هسه هاي فوتوغراف هاي ترانسكريبشن مالتها حسب قاموس اللونجمان، و
ولو انا ما راجعته بس انا ادري بالترانسكريبشن ما تبي هذا الشكل. So in this word I have three centers, which means that there are three syllables. This is center number one. This is center number This is center number two. Sorry. And this is center number three. Okay. These are the three centers of the word photograph. Here, what about F? What is it? Initial. ليش انيشال؟ صوت واحد بالاونسيت فهو انيشال، ما اسال بعد هو بري او بوست، لا انيشال، صوت واحد بالاونسيت هو انيشال. انيشال. So this is initial consonant. The F is initial. What about T? هسه انتهى عندي حسب قاعدة ماكسيموم اونست برنسبل. بس بعد اذنك بين سنتر نمبر 2 وسنتر نمبر 1 وسنتر نمبر 2 I have one consonant. What should I do? According to the onset, maximum onset principle, I put it in the onset of the second syllable. إذا صار consonant واحد بالonset شو يصير؟ Initial. 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 So I say that the T is initial. It is the initial consonant of is here initial هذا؟ The T is here initial. Is here initial. Like أي consonant is here initial. مو صح؟ فإذا صار هذا initial تابع للسيلبل نمبر 2 يعني معناها هذا الحد الفاصل ما بين سيلبل نمبر 1 وسيلبل نمبر 2. سيلبل نمبر 1 هو فو، سيلبل نمبر 2 يبدي بت اللي هي initial والسنتر هذا. بعدين يجي لنا هنا تو consonants. I have two consonants between center number 2 and center number 3. Between these two centers I have two consonants. What are they? عندي اثنين كنسنت. حسب السنتر الثالث. حسب قاعدة the maximum onset principle أول شيء أخليهم بالonset. فإذا كانوا these two consonants if they are in the onset, two consonants in the onset, they are either pre-initial plus initial or initial plus post-initial. هسه الجا تصير بري انيشال؟ لا ما تصير. لا بري انيشال بس البري انيشال هذا ما مو سيف، هذا ما يصير بري انيشال. انيشال تصير؟ اي نعم. يس يس. اذا صارت انيشال لازم الار شنو؟ بوست انيشال. الار تصير بوست انيشال؟ اي نعم تصير. اذا تصير اذا صار عندي initial وبوست انيشال وبوست صار هذين الاثنين initial وبوست انيشال. ال ك هي initial
وال سوري والره بوست انيشال. اوكي اذا وين يصير التقسيم بين التو سيلابلز؟ هنا هي الجي تصلح تصير فاينل سيلابل الاول الثاني، بس ليش ما خليتها فاينل؟ حسب القاعدة. لأن قاعدة الماكسيمال اونست برنسبل تقول لك حاول تخلي كل الكونسوننت بالاونست. إذا يرهمن بعد ما ترجع واحد من هذول، فهذا خليت الكلم بالاونست رهمك صار انيشال وبوست انيشال، ما بعد ما عندي مشكلة. صح لو لا؟ بعدين عندي هنا الاف. شنو هو؟ فاينل. إذن it is final of the third syllable. صارت واضحة؟ هسه هاي الفوتوغراف؟ إذن دكتور. نعم دكتور، أنا قلت إن السنتر الأول نفس الشيء بس من فصلات، وأنا يعني مطلعة بس سنتر واحد، يعني مو اثنيناتهم مسويتهم، مسوي بس الإي هنا السنتر الأول. اي نعم دكتور. خلي صوت واحد. اي نعم لو صوت دكتور ولا. دكتور هو هاي نفسه يعني نفسه بس بينات بين شافه يعني، فمسويه بس الاي سنتر بس قصدك شوا سنتر. طيب اذا هن اثنين فاولز، هذا سنتر اعتبرتي شوا اعتبرتي سنتر. اي نعم دكتور. الاو شنو دورها؟ لازم تكون سنتر ثاني. بس انا ما مختارته. ما يصير، ما يصير يبقى عندك صوت ولا صوت يبقى ما يكون راجع الى سيلابل. صوت لازم يكون عائد الى سيلابل. فانت اذا خليتي هذا الشوا سنتر مال واحد من السيلابلز، الاو لازم يكون سنتر للسيلابل. وهذا السبب ليش اقول لك هو هذا اصلا صوت واحد، اثنين صوت واحد. بس يجوز بالقاموس هو مبعد بيناتهم لان نعطي تباعد، وهذا اوتوماتيكيا صاير التباعد. اي نعم دكتور، هو بسبب القاموس اللي استخدمته. اي فاذا هو هذا الحل الصحيح يعني اللي نمشي عليه. احنا هسه المفروض شنو اللي نريده؟ احنا نريد نتعلم. نتعلم الطريقه، اذا تعلمنا الطريقه هسه راح اقول لكم شغله. بس ما اريد يعني كل ياخذها حجه علي. اذا تعلمنا الطريقه حتى لو يكون الترانسكريبشن مالكم خطا بالامتحان، بس طريقه التعامل صح امشيها صح. هاي سيلبل نمبر 1 وهذا سيلبل نمبر 2 وهذا سيلبل نمبر 3. اوكي انا شنو اقصد؟ اقصد خاف واحد بيكون بالامتحان يخطأ بالترانسكريبشن، بدل هاي الا تصير يخليها صوت او او صوت ا قصيره، ما احاسب عليها اذا ماشي القاعده مال التقسيم صح. انا اللي يهمني بالموضوع هو انك شلون تطبق القانون على الكلمة وتقسمها إلى سيلابلز. واضح؟ شكرا دكتور. عفوا شكرا دكتور. هسه نجي الكلمة رقم 4 هي كلمة influential. influential هذه كلمة influential، هذا الترانسكريبشن. Four centers. كلمة influential. How many centers do we have؟ لاحظوا هسه راح تجينا هاي الحالة اللي حكينا عليها. How many centers do we have? How many vowels? We have four vowels. واحد اثنين ثلاثة أربعة. Four. إذن four vowels. شوفوا هذا الفاول بصف هذا الفاول اثنين هنسويه. بس مو ديفثونج، and then two vowels, two different vowels.
مود separate الفاينل. syllables. So they are separate syllables. Very good. Every one of these vowels represent a center of a syllable. So we have center, so this is center number one. This is center number one. This center is center number two. Center number three, and we have center number four, four centers. Between center number one seven centers, between center number one and center number two, I have three consonants. Is it possible to have three consonants? Has the three consonants suddenly been center number one, center number two? Honest, the center sign. According to the maximal onset principle, all of them are in the onset of the second syllable. Is it possible to have three consonants in the onset? Yes, possible. Yes, possible. It is possible, but these consonants. When I have three consonants in the onset, they must be pre-initial, post-initial. إذا ثلاثة consonants فهنا لازم pre-initial, initial, post-initial. وصح؟ هذا الان يصير pre-initial. لا يصير اذا ما ترهم مش لازم اسوي ارجع الان للسلبل الاول يصير فاينل للسلبل الاول اقول عليه فاينل هذا يصير فاينل الان رجعته للسلبل الاول وصار فاينل الاف والال اثنين هنا سبقا وين؟ بالانست مال السلبل الثاني يصير اف اذا عندي اثنين كنسلت فهنا اما بري انشال زائد انشال وهذا ما ترهم لان الاف مو بري انشال او انشال زائد بوست انشال الاف تصير انشال نعم والال تصير بوست انشال نعم تصير اول تصير اول وحده هاي ال تصير انشال إذا ترهم هاي القاع هاي الحالة مال pre initial زائد post initial صارت وصح؟ إذا هذين صارن شنو؟ initial و post initial زائد post initial هنا يا هنا الاف وال ال هذا سنتر نمبر 2 هذا انيشال ذا بوست انيشال اذا الحدود ما بين سيلبل نمبر 1 وسيلبل نمبر 2 وين هي؟ وين؟ وفلو الحفل very good يعني هنا هاي الحد بين syllable number one و syllable number two yes. طيب عندي هنا syllable center number two هذا و center number three هذا ماكو بيناتهم اي صوت شنو معناها؟
معناها هذا السيلبل ما بي كودا وهذا السيلبل ما بي اونست. ترى مش هذا يبدي السيلبل بعدي بالسنتر وهذا السيلبل متي بالسنتر، فصار سنتر بصف سنتر. ممكن اوكي between center number 3 and center number 4 I have two consonants ان زائدا ش. المتابعات هذول هم نطبق عليهم الماكسيمم اونست، نخليهم اول اثنين على اليمين يروحون اثنين بالاونست. ممكن ما يصير ما يرمى هذا ما يصير بري انيشال. اذا انيشال انيشال اذا حصل اذا صار انيشال لازم الشيب بوست انيشال. ما يصير ما يصير اذا ايش لازم؟ لازم يكون الان فاينل الان 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 فاينل. و الش انيشال صحيح؟ الشيء الأشياء. العفو دكتور. نعم. الشيء ما صير إنيشيال. ما صير إنيشيال؟ إيه ما صير. إحنا مو عندنا الشيء والإنج ما صير يعني إنيشيال. مش الشيء. صوت الشيء ما يصير إنيشيال بس الشيء يصير. آه أوكي تمام دكتور. أوكي. اوكي هسه شوي انحصرت ال هنا هذا سنتر كمل فوق. لا ترحم هسه هذا سنتر نمبر 4 وهنا راح يصير عندي الألبقة بالأخير شنو أعتبره؟ final يصير pre final لأن صوت واحد لأن صوت واحد ما يصير pre final. هو طالما صوت واحد بعد ما أقول pre final هو final بس. هو إذن فاينال للسيلابل الأخير. أوكي أوكي هسه الكلمة صار واضح شلون قسمناها؟ نعم دكتور. بعدين أرسل لكم الإجابة على شكل PDF. المهم بعدين أرسل لكم بشكل واضح. الكلمة الأخيرة اللي عندنا كلمة significance. هاي كلمة significance how many vowels do we have؟ هذا الترانسكريبشن مالته كم باول عندنا؟ واحد four vowels. This means that there are four syllables. Okay, this is center number one. This is center number one. This is center number two. Center number three, and this is
center number 4. Now, the seh sound before center number 1, what is it? As Andy said, initial. تصير بري انيشال بس تتعامل مع هذا انيشال تتعامل مع هذا نعتبرها انيشال ما نعتبرها بري انيشال ليش يعني صوت واحد اذا اعتبرناها بري انيشال فلازم نجيب النفد انيشال وراها منين نجيب اوكي سو س از انيشال فور ذا فيرست سيلبل ذن وي هاف ج اند ان هير between center number 1 and center number 2. Center number 2. Honest. نعتبرهن حسب قاعدة maximal onset principle الonset مال center number 2. فإذا صارن اثنين consonants بالonset فهنا أما pre-initial زاد initial أو initial plus post-initial. هسا شنو هذني؟ الجا صير pre-initial؟ نعم. ماصر. تصير انيشال؟ اي نعم تصير اذا جت انيشال الان لازم بوست انيشال بوست تفهم الان بوست انيشال؟ ما يصير لا ما يصير اذا اثنين سوى ما يصير نرجع نضطر نرجع الجا الى سلبل اللي قبلها فنعتبرها فاينل فاينل للسلبل الاول والان تعتبر initial. نعم post final الان تعتبر initial syllable الثاني تصير الان initial نعم تصير اذا الحدود بين syllable number 1 و syllable number 2 وين syllable number 1 onset center coda syllable number 2 هذا بي onset initial consonant والcenter يجي عندنا هنا الف اللي ما نعتبره center الثالث initial اول شيء خلي initial يصير الف initial اي نعم يصير اذن ها ليش ما يصير يصير اي صوت يصير انيشال ما عدا الجاء وهذا ف فاذا صار اذا هذا هو انيشال معنى هذا انه هاي الفرق بين سيلبل هاف سيلبل نمبر 1 هاف سيلبل نمبر 2 هاف سيلبل نمبر 3 between center 3 and center 4 I have a consonant What do I regard it? شنو هو يصير؟ Honest. Listen to the rabbit. Onset. صوت واحد بالonset شو يصير؟ Initial. 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 تصير initial ترهم؟ اي نعم. إذن هي الانيشال مال السيلبل الرابع. وبعدين اجتنا الان والاس وين؟ بالكودة. إذا أجن الأن والأس بالكودة شو يصير؟ pre-final, final, post-final. هذا بيه احتمالين. ممكن يكون pre-final وهذا final وترهم. وممكن تكون high final وهاي post-final وهم ترهم. فإحنا بكيفنا. نعتبرها مثلاً ليش اعتبرناها بري فاينل لان اكو وراها فاينل ما اقدر اقول على صوت بري فاينل اذا ما اكو وراها فاينل ولا اقدر اقول على صوت بوست فاينل اذا ما اكو قبله صوت فاينل صحيح؟ نعم
إذن هذا تقسيم كلمة significance. هسه الحدود بين syllable number 3 و syllable number 4 وين؟ قبل K. اي نعم. هسه صار هذا هنا syllable syllable number 1 هسه هذا syllable number 1 هذا syllable number 2 هذا syllable number 3 وهذا syllable number هذا الطريقة قسم الكلمة إلى syllables. لاحظت شلون عملية التقسيم إذا أنت تعرف بالروز شلون عملية التقسيم سهلة وما بيها احتمالات ما يعني ما دوخك كل صوت يقعد بمكان مخصص إليه يعني هو لو يرهم لو ما يرهم ما بيها احتمال ثاني فأنت يعني تقدر تقسم الكلمة إلى syllables بكل سهولة بشرط شغلتين. الشغلة الأولى أنك تعرف تسوي transcription للكلمة بشكل صحيح. إذا الترانسكريبشن مالتك مو صحيح فراح يأثر على الحل مالك. والنقطة الثانية هي يعني الشرط الثاني هو أنك تعرف القواعد. والقواعد مثل ما شفت أنه مو ما أقول كلكم حافظها بس معظمكم حافظها والآخرين اللي ما حافظينها يقدرون بسهولة يحفظونها لأنها مو تنحفظ وإنما تنفهم القواعد هاي تنفهم وإذا فهمتها بعد ما تروح من بالك ما فيها في بالك أوكي نعم أوكي. إزي تكنير دكتور سؤال تفضلي منو دكتور اي نعم دكتور واحد من القواميس قاموس كامبريدج ديكشنري مقسم إيه؟ الكلمات الى syllables وحاط الاي وحدها بهذه كلمه significant الاي جنب الاف والاي حاطه وحدها مسوي سنتر وحده وبعدين التكمله يعني لا ما ونف والآي وحدها وبعدين سنس. سيج نف. نف آي سنس. هيك منقسمة. زين سيج نف وإيه وحدها سيج. إيه الإيه وحدها وبعدين مكمل. لا هاي ما يعني جزء. الآي تركيها سيلبل وحدها. ما ترى شلون أترك الآي وحدها أنا حسب القانون هذا الإف. حسب القانون ممكن يصير بالكود بالأنسيت ليش أخلي بعده ليش أخلي الآية بعده إذا أقدر أخلي لها أنسيت فخطأ يعني هو تعرفين يعني القواميس مو دائما تكون دقيقة في مسألة التقسيم وحتى الأكسفورد وال اللغوين. لكن احنا نقول شيء نقول اللغة في كل قوانين باللغة اكو عندنا الرجولار فورمز بالتلفظ هم عندنا الرجولار فورمز قد يكون هذا تلفظ مو انجليزي او قد يكون تلفظ انجليزي بس الرجولار انا اللي علي شنو اللي علي انه عندي قوانين شلون انا ارتبها يعني انتم ما مطالبين بالشغلات الريجولر انت عندك كلمه وممكن تطبقين عليها القوانين طبق القانون وشلون تمشي القوانين عليها تمشي حالها طبعا يعني لا تدوخي نفسك مع الشغله اوكي واضح دكتور اكو احد عنده سؤال ثاني لا عفو دكتور بس الكلمة الرابعة الكلمة الرابعة هاي
هي هاي انفلوينشال هاي شبيه لا دكتور مو هاي انفلوينشال رقم 4 احنا عندنا انفلوينشال وعندنا ايه دكتور هاي فوتوغراف لا توه انفلوينشال انفلوينشال انه صار اثنين انفلوينشال هاي الانفلوينشال ايها دكتور بالنسبة للمقطع الثاني يبدي من ال من السنتر الثالث غير هنا ما قسمنا ما قسمنا أوكي هسا هذا المقطع الأول المقطع الثاني ما بين السنتر والسنتر والمقطع الثالث ما بين الفاينل والإنشيال اوكي واضح حس شكرا دكتور العفو هسه انا هاي راح ارفعها لكم كبي دي اف حتى تبقى لكم الحل تقدرون تراجعونه وقت اللي تبون بس ما يعني اريدكم ما تنسون مساله الترانسكريبشن الترانسكريبشن مثل ما قلت لكم شغلتين تفيدكم شغله درس الصوت وتفيدكم في شغلة كونكم اختصاصكم انجليزي لازم تعرفون التلفظ مال الكلمات وحتى تعرفون التلفظ مال الكلمات لازم تراجعونها بالقاموس مثل ما قلت لكم انا سابقا احنا نعرف كلمات كثيرة بالانجليزي لكن اكثر من نصها نتلفظها بشكل خطأ حتى نعرف شلون لفظها لازم نروح لازم نرجع القاموس بالقاموس اكو ترانسكريبشن اتعلم شلون اقرا الترانسكريبشن إذا ما أعرف فأعيد المحاولة يعني أمارس كل ما تحاول أكثر كل ما تتقن المسألة أكثر فإذا هي مسألة شو اسمه عفوا مسألة يعني مهارة شقد واحد يمارس العملية التمرين شقد ما يضبط المهارة أكثر أحد بعد عنده شيء يريد يضيفه؟ دكتور بس سؤال فضل. يعني من هاي التقاسيم كلها بس على مود نعرف كم سيلبل بالكلمة؟ هسه لحد الآن احنا بس نريد نعرف وين السيلبلز مو بس أعرف كم سيلبل وإنما أعرف وين السيلبل الأول بدأ وين انتهى يعني هسه أنا من سويت هذا التقسيم عرفت كل صوت من الأصوات تابع لأي سيلبل وهذا شيء مهم جدا ليش؟ لأن دروسنا القادمة راح تكون مهم إذا كان هذا السيلبل صوت الأن تابع لهذا السيلبل شكل وإذا كان تابع للسيلبل الثاني شكل آخر تتغير الكلمة فأنا أريد أعرف كم سيلبل وين يبتدي كل سيلبل وين ينتهي أوكي؟ زين دكتور هاي بالقراءة السريعة ما راح يخدم لأن إذا نقسمهم راح ياخذ كلش هواي وقت شلون؟ يعني تقسيم الكلمة إلى syllables؟ ما فهمت اي اي بعد هو هذا يعني بنريد نقرأ كلمة صعبة راح يستغرق من عندنا وقت هواي لنقسم كل هاي التقاسيم تقسم بالامتحان؟ شلون؟ أثناء القراءة ها أثناء القراءة لا ما تقدرين يعني بالمناسبة أنت أثناء القراءة ما تحتاجين تقسمي الكلمة إلى syllables بس من تجين مثلا عرفتي كلمة جديدة وتجين تريدين تتلفظينها من تشوفينها بالقاموس وتقسمينها إلى syllables تعرفين اللفظ مالها من تعرفين اللفظ مالها مرة واحدة أو مرتين وبعد خلصها مو كل مرة أنت ترجعين بالقاموس عرفت اللفظ ماذا ولفظ ثبت عندك اللفظ بقوم يتفقونها بشكل صحيح تمام دكتور شكرا العفو بعد أحد عنده سؤال قل إذا ماكو سؤال شكرا جزيلا وألتقي بكم على خير إن شاء الله الأسبوع الجاي راح يكون عندنا بالمستقبل مثل ما قلت لكم
لا كل محاضرتين اكو بيناتهم دبل هذا عملي. كل محاضرتين نظريه اكو بيناتهم درس عملي حتى نثبت المعلومات اللي اخذناها بشكل عملي. شكرا جزيلا والتقي بكم ان شاء الله بالاسبوع القادم ان شاء الله. ثانك يو دكتور. مع السلامه. شكرا دكتور. مع السلامه. الله يسلمك.